مضيت مع كابتن الله مضيت في 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 الاخر بصراحه يعني. انا يعني هو قال لي لا خلاص انت معانا والكلام ده كله. وجيت انا بقى بمنتهى الامانه كده في اخر بقى يعني، كان فاضل ماتشين او كده وخلاص بقى، كانت تتعرف اسمع لي انا همضي. انت مضيت في الاهلي؟ لا انا همضي، بس انا كنتش مضيت فعلا، كنتش مضيت. لا لا ما كنتش مضيت. وكان ان انا يعني ابتدوا بقى ايه، امضي ما تمضيش وانا مش همضي. وجيت بقى فتره انا وقفوني، كنت فاكر كنا احنا في رحله، كنا في رحله اولى ولا بلاش بلاش ورجعنا من السفر، فقال لك ان كنت انا وانا وتاكا واسلام ورضا، قال لك انتوا زوروا التمرين وانت موقوف. طب ما انا كنت معاهم يا جماعه. قال لك لا انت موقوف. فساعتها بقى قال لك لا، قال لك انت هتمضي هتنزل الملعب، مش هتمضي مش هتنزل، مش هتنزل الملعب. عرفت بقى ساعتها ان هي كانت الموضوع خلاص يعني، احنا ايه بقى داخل. فرحت انت لميت هدومك وقعدت في البيت؟ انا رحت لمي هدومي قعدت في البيت. جيت بقى قال لك تعالى تحقيق. انا ساعتها بقى رحت نازل قدام البيت بقى في مركز شباب فيصل ده، رحت ايه بجري يعني، قلت اجري بقى انا بتمرن. انا خلي بالك مش عارف بكره في ايه، انا ممكن بكره اقول لك تعالى العب، فكنت قلت اتمرن يعني. سبحان الله، لسه بحط رجلي في الـ في الـ في النادي، بعمل بحط رجلي على الارض، راح جالي شرخ في المشتيه الخمس. رحت خلاص يعني. بقى تعالى تحقيق، ما تروحش تحقيق تعالى. وبعدين بقى بعتوا لي بقى، كان في وفد من اسماعيليه بتاع حوالي 7-8 عربيات. هم بص اسمع بياكلوا الخصه دي لغايه النهارده، وانا يعني يقول لك البيت، قول البيت بقى في السويس. تعالى وخد اللي انت عايزه. وانا ما خلاص بقى، انا خلاص خدت قرار، انا ماشي خلاص، انا مفيش خلاص. لا خلاص انا وما كنتش ساعتها مضيت مع النادي الاهلي كمان، خلاص كانت كلمه. وانا عارف هي كلمه خلاص، انت انت معانا خلاص. ف تعالى لا ما تجيش، طب رجوم ليه بقى؟ طب في الاخر بقى اخر الكلام، طبعا الوفد اللي جه ده كله عايز يعني ايه، يثبت للنادي ان هو قدر يقنع خالد ان هو يرجع اسماعيليه. طبعا مجرد ان انا هروح اسماعيليه هتمضي خلاص. بس في مكالمه بس حصلت كده، ما تروحش اسماعيليه. خدت العربيه انا كنت طالع. مكالمه يعني. من مين تقدر تقول ولا لا؟ لا بلاش بلاش. طلعت بالعربيه على اول، تروح تلافف اول وبتلافف راجع تاني، اول لفه خلاص كانت الموضوع يعني. انت كان الوفد من الاسماعيلي خدك وصل لك البيت، قعدوا معاك، قعدوا معاك. انا خلاص انا قلت لهم انا مش هلعب، مش هتبقى بس خدوك وعايزين. قالوا لي بس تعالى يعني ايه، ما تمشيش بشكل وحش، وحش ان انت بس تعالى واقعد وخلاص، وقول انت مش هتلعب وخلاص. الموضوع سهل يعني، ما فيش اي مشكله والكلام ده كله. بس فخلاص انا خدت العربيه، انا اقتنعت يعني. العربيه لونها اخضر، انا فاكر كانت عربيه اخضر. صح. طب خدت العربيه وطلعت مع الوفد النادي الاسماعيلي، فجالك تليفون. التليفون ده من احد المسؤولين يعني في النادي الاهلي. لا انا كلمت بصراحه. انت اللي كلمت؟ قلت له دلوقتي حصل 1-2-3-4 وكده. قال لي ما لف وارجع، ما تطلعش اختفي. ما تطلعش من السويس. ما تطلعش من السويس. بس انا طلعت يعني يا دوبك بالظبط 100 متر من عند البيت، طلعت 100 متر ولفيت. طب يا جماعه لكل المتابعين، لكل اللي بيتفرج علينا في سهره مع النجم خالد بيبو، ابعتوا لي دلوقتي على هاشتاج اسال خالد بيبو، قولوا لي من وجهه نظركم مين المسؤول اللي كابتن خالد بيبو كلمه وخلاه يلف ويرجع تاني. انا بجد، وانا بخمن، انا ما اعرفش، هو ما قاليش عمره قبل كده. هو عمره ما قال لي، فانا عايزكم برضو تخمنوا معايا عشان ايه، نعرف بس مين هو المسؤول اللي خلى خالد بيبو يلف من اول يوتيرن ويرجع تاني. وهو في اخر الحلقه هيقول لنا مين المسؤول. فلفيت ورجعت على السويس بقى، اختفيت.